فضيلة الدكتور لقمان عبد الله مفتي الولايات الفيدرالية بماليزيا، نرحب بفضيلتك معنا عبر شاشة قناة الناس. شكرا. أهلا وسهلا بفضيلتك. شكرا. بداية، كيف تقرأ مسألة تجديد الخطاب الديني؟ طبعا هذا موضوع جديد في حدث في العالم كله، ليس فقط في العالم الإسلامي. قضية تجديد الخطاب الديني هذا أسبابه، نتكلم عن أسباب أولا. بعد ظهور كثير من من المفتين في الرسمي في الميديا السوشيال وفي وسائل الإعلام، وفي كثير من الأحيان هم يتكلمون على غير علم، وهذا يؤثر كثيرا في فهم الناس عن الإسلام والدين. ولذلك أنا أرى وأنا أوصي الجميع لأن يعتمد على الفتاوى الصادرة من الهيئات الرسمية للبلد، المؤسسات الدينية الرسمية المختصة بالفتوى. مثلا في بلادكم دار إفتاء المصرية وله دور كبير، وأنا أرى له مهمة كبيرة في إصدار الفتاوى. ولذلك المجتمع يجوز وينبغي أن يعتمد على هذه الدار العظيمة. ما مثلا عندنا لو نتكلم بشيء من حيث الفقه مثلا، عندنا مفتي وعندنا فقيه وعندنا قاضي، ولكل هذه الجهات يلعب دورا مختلفة. الفقيه، شأن الفقيه هو يبين ما هو موقف الدين، موقف الفقه في كل مجال، في العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية. أما المفتي دوره هو أن ينظر إلى الأمر ليس من باب الفقه، وإنما من باب الإرشاد الناس ما هو يناسب ذاك الشخص. هذا الشخص وظروفه والزمان والمكان. إذا الفقيه يختلف. أما القاضي له قوة إلزامية. إذا لو الناس يفهم هذه الثلاثة المختلفة الجهات، فسينزل الأمر إلى ما هو يناسب وما هو يخص بهذا القضية الذي يريد. المشكلة لدى الناس هم يعتمدون كثيرا في الوسائل الإعلام، ولا يدري ولا ندري هل هذا الشخص الذي يتكلم أو يتحدث عن الدين في وسائل الإعلام له أهلية في الموضوع الذي يتكلم عنه. هل هو متخصص أم لا؟ في دينه، في القرآن، في واحد آية يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا وجوب سؤال أهل الذكر في المسائل التي لا نعلم. ولذلك أهل الذكر، هناك أهل الذكر الذي له قوة وله أهلية كافية المختص بهذا المجال، المختص بالمجال. مثلا عندكم دار الإفتاء المصرية وله مهارات وله أهلية وله علماء. البعض قد يقول الأجلاء. نحن في عصر السرعة وعصر السوشيال ميديا وعصر الفضاء الإلكتروني، كيف يمكن يعني ألا نأخذ الفتاوى من هذه الوسائل في ظل يعني حرصنا الشديد على مسألة السرعة ومسألة الآنية ومسألة الفورية؟ ولذلك هذا دور كبير لدار الإفتاء المصرية بالتواجد على هذه المنصات، التطوير في التكنولوجيا. وكنت دربت مثلا ماضية، حضرت الدورة التدريبية للمفتين في دار الإفتاء، وتجربت أن النظام عندهم يعني نظام عصري حديث في إصدار الفتاوى بسرعة. هناك بالتليفون وهناك بالإنترنت، بالموقع، كل وسائل الإعلامية موجودة في دار الإفتاء المصرية. ولذلك أنا أقول للمؤسسات الفتاوى أيضا عليهم أن يطور أنفسهم لمسايرة مع هذا الزمان السريع كما ذكرتم. هل يمكن التعاون بين المؤسسات الدينية على مستوى العالم في الوصول لفتاوى في يعني بعض المسائل، تكون فتاوى موحدة أو فتاوى ثابتة، أم أن الأمر لا يصلح يعني بهذا الشكل لاعتبارات الزمان والمكان واختلاف الظروف؟ طبعا له تأثير، اختلاف الزمان والمكان له تأثير في الفتاوى. نحن ماليزيا مثلا يختلف عن وضعكم في مصر. ولذلك هناك فتوى خاصة بماليزيا وهناك فتوى خاصة بمصر. تجربت في الدورة التدريبية في دار إفتاء السنة الماضية الذي حضرته،
وناقشنا مع المدربين عن بعض من القضايا، وذكرت لهم بأن هذه الفتوى عندكم لا يناسب ما عندنا في ماليزيا، لأن الظروف يختلف والمكان تختلف، وكما هو المشروع عندنا الحكم يدور مع العلة وجودا وعلما وعدما. نعم. إذن العلة له تأثير في اختلاف الحكم، وكذلك العرف والعادات له تأثير في اختلاف الأحكام الشرعية والفتاوى. هذه أمر لا بد أن يراعى في 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 الفتاوى وفي الأحكام الشرعية، يعني الناس ينبغي أن يفهم هذا الأمر. نعم، نشكر فضيلتك على وجودك معنا. عفواً. شكراً جزيلاً. عفواً.